داخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعاملنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه، دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. يا رب نحفظ مصر ورئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويقعد عليهم الايام بخير. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه. كل سنه وهو طيب، وربنا يخليه لنا ويخلي لنا الشرطه ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعادة الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبري دوت، ربنا يخليه لنا ويعمل إنجازات جامدة أوي في مصر. وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام. مبادرة ديت الصراحة هي جت في وقتها، يعني الصراحة على دخول شهر رمضان الكريم، وربنا يخليك يا ريس على المبادرة الجميلة ديت والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى. شكرا يا ريس، ربنا يخليك لينا وكل سنة وحضرتك طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الألف ألف شكر، سنة طيبة يا ريس، ربنا يخليك لنا يا ريس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا، وان هو فاكر الشعب في رمضان. والف شكر يا ريس على الحياه الكريمه اللي انت بتعملها لنا والمشاريع اللي انت بتعملها لنا على طول، ودايما فاكرنا على طول في الخير، وكل سنه وحضرتك انت طيب. شاكرين يا ريس على اللي انت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي انت بتعملها لنا. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. ألف شكر على هديتكم، وهدية مقبولة وانتوا نورتونا، وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الرئيس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعا انهم وصلونا في الاماكن دي، محافظة كفر الشيخ، ويا رب دايما يكونوا مستمرين في الحاجات دي. بمبسوطة ان هم بيفتكرونا وبيفتكروا اولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس ان هو فاكرنا في جميع المناسبات، ودي مش اول مرة ان هو يعملها معانا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الايد. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي، وكل سنه وحضرتك طيب. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سيدي. ليكم مناسبه الشهر الكريم. ربنا يخلينا سياده الرئيس، ربنا ما بيحرمناش منه يا رب. دايما فاكرنا على طول. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طول عمر الشعب ده ايد واحده، والفرقه
بفتح الباب لقيت الساده الضباط جايين وجايبين هديه راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعبهم ومشيهم، بنشكر سياده الريس وربنا يخليه لنا، وفي اي مناسبه بيفتكرونا برضه. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه بالكرهين. طول عمر الشعب ده ايد واحده والف ربط واليوم الدين. ربنا يخليك لنا يا رب يا ريس، يا رب يخليك لنا في البحر الاحمر مبسوطه ومشكرا على مساعداتك لنا يا ريس. مبادره دي للجميع، وبنشكر وزارة الداخلية انها بتدخل كل الناس، بتقول لكل الناس ان الناس كلها على راسي، مفيش حد وحد لا. شاكرين سيادة الرئيس السيسي والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئيس وفي الرئيس الجمهوريه وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتم فيه ويساعدكم على اللي انتم فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحده والف ربط واليوم الدين. ده كفايه انكم دايين والله، ده دخلكم دي بالدنيا كلها. يا حاج اقول له للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا، ربنا يخلونا يا رب. لا شك أن وزارة الداخلية تضع في مقدمة أولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، فالأمن رسالة إنسانية تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي المبادرة وهو بيجيب لنا البحر الأحمر، وربنا يديله الصحة ويخلي للشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا.